أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في بسمة أمل جديدة من حلقتنا النهاردة. بسمة أمل، صباح الفل يا أستاذ محمود. صباح الخير يا نبيل. أعزائي المشاهدين، طبعا إحنا عارفين إن بالعلم تجذب العقول وبالأخلاق تجذب القلوب. عندما تعلم أكثر تعمل أفضل. التعليم هو أقوى سلاح لتغيير المجتمع وتطويره. لا تسعى لأن تكون ناجحا فقط، بل لتكون مميزا أيضا. من المنطلق ده بقدم النهاردة نموذج مبدع ومثالي للمعلمة المبدعة المثالية على مستوى الجمهورية والحائزة على جائزة المعلم العالمي 2019، المعلمة لميس جودة أمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا نبيل. حضرتك مشرفة أسرة البرنامج. ربنا يخليكي. طبعا أحب أن أنا أقدمك من خلال السي في، ما شاء الله، حائزة على جائزة المعلم العالمي 2019، معلمة مثالية على مستوى الجمهورية 2010، معلمة مبدعة على مستوى الجمهورية 2017، حاصلة على المركز الأول بمسابقة مدرس مصر 2020 على مستوى محافظة القليوبية، فائزة بجائزة التعليم أولا للتميز التربوي 2020، فائزة في مسابقة الإبداع والابتكار الإلكتروني العالمي Global E-Innovation Award، فائزة بجائزة المعلم العالمي 2019. تم استلام الجائزة في نيودلهي. أنا عارفة أنك أنت سافرتي على حسابك. فائزة بجائزة المعلم 2019 وتم استلام معلم العام في دبي. تم استلام الشهادة سنة 2019-14-12. Teacher of the Year، خبير مايكروسوفت عالمي منذ 2016، شاركت بمؤتمر مايكروسوفت العالمي الذي أقيم بكندا 2017، ما شاء الله، حاصلة على درع مايكروسوفت عامين لمدة عامين متتاليين على من 2018-2019، مدرب خبير مايكروسوفت عالمي 2020-2021، مدرب مدربين، شهادات مايكروسوفت التابعة لوزارة التربية والتعليم، سفيرة لتطبيقات الواقع المعزز الافتراضي بمصر والشرق الأوسط باعتبارها التقنية رقم واحد وأول تقنية على مستوى العالم، سفيرة لموقع إنشاء دروس عالمي، خبير ماينكرافت للتعليم عالميا، منسق وطني لبرنامج روبوت الروبوتات الأوروبي، مدرب معتمد بالنظام التعليمي الجديد Education 2.0، مدرب معتمد منهج اللغة الإنجليزية Connect and Connect Plus، مدرب معتمد من مركز الثقافي البريطاني British Council and Minister of Education، وزارة التربية والتعليم Teacher Educator Certified Teacher Educator، مدرب بنك المعرفة المصري و Discovery Education، مدرب بالإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، مدرب مبادرة ساعة من البرمجة على مستوى القليوبية، حاصلة على جائزة أفضل موقع إلكتروني بمشروع المواقع الإلكترونية ضمن الشراكة مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صاحبة جائزة أجمل فكرة مطبقة بالمدارس الرسمية ضمن مسابقة مدارس مصر التابعة لمؤسسة التعليم أولا. أهلا بيكي، شرفتينا ونورتينا. الله يخليكي. ما شاء الله السي في عامر بإنجازات جميلة جدا جدا جدا. الحمد لله. مميزة جدا في حياتك، وأنتي تعتبري عنصر فعال جدا ومساهمة ومشاركة في تنمية تطوير العملية التعليمية مش على المستوى المحلي بس، لا على المستوى العالمي. احنا هنيجي الحاجات دي كتير، بس خلينا نبدأ بسؤالي الأولاني. أول مشاركة في المسابقة أنت شاركتي، مسابقة في حياتك أنت شاركتي فيها؟ أول مسابقة خالص شاركت فيها كانت برعاية شركة مايكروسوفت بتعاون مع وزارة التربية والتعليم، هي مسابقة المعلمين المبدعين. بصراحة أنا سمعت عنها في 2015 وبدأت أشارك فيها في 2016. بدأت أعمل مشاريع مع الطلاب، وكان هم أساسي عندهم يشوف الفكرة دي وصلت للطلبة إزاي، يعني إيه الإفادة التربوية مش بس تكنولوجي، وفي تقييمين اتنين، التقييم التكنولوجي والتقييم التربوي.
فكان لازم يكون اثر الكلام ده على الطلبه ايه، يعني هل هم استفادوا ايه، لان مستشارين المواد هم اللي كانوا بيدوا الحكم في النهايه. والحمد لله فزت في 2017 المعلمه المبدعه على مستوى الجمهوريه، وكنت من افضل 10 اللي تم ترشيحهم للمشاركه في مؤتمر المعلمين المبدعين في كندا. بصراحه هي دي كانت نقطه التغيير في حياتي، ان انا بجد لما جت عندي ثقه، يبقى عندي ثقة في نفسي ان انا خلاص احنا مشاريعنا وطلابنا نقدر نشارك بقى في مستويات عالمية. احنا كنا بنفوز على مستوى محلي داخل ادارة بنها، داخل مديرية التربية والتعليم، لكن لما نسافر بمشاريعنا بره مصر وننافس زينا زي كل معلمين العالم، فده ادى عندي حافز اكتر او دافعية اكتر ان احنا نقدر نعمل المعلم المصري يقدر يشتغل، يقدر ينتج، يقدر يشتغل مع طلابه مشاريع وانشطة جذابة يعني. تمام، خلينا كده في البداية الأول أحيي حضرتك على السي في الجميل دوت اللي يعتبر يعني مثال مشرف للمعلمة المصرية ولأي ست مصرية رفعت راس مصر لفوق. ده أكيد. حضرتك دلوقتي من خلال السي في اللي الناس كله دلوقتي سمعته، في حاجات منها محلية وفيها كمان حاجات دولية، تمام؟ عايز حضرتك تكلمنا شوية عن المشاركات اللي حضرتك شاركتيها سواء محليا أو سواء محليا أو عالميا. أو عالميا، هي المسابقات المحلية غالبا بيكون نهايتها لغاية الوزارة. مفيش في مصر هنا حاجة بتهتم بالمعلمين قوي، يعني مش بنشوف زي مثلا في الرياضة بيهتموا، في منظمات كتيرة بتهتم بيهم. لكن أنا سمعت عن جائزة المعلم العالمي كانت بتطلقها منظمة بتهتم بالتعليم، هي موجودة في الهند. فأنا شاركت فيها لأني أحب استطلاع إن أنا هل المعلم المصري هيقدر يشارك في حاجة زي كده أو لأ. فلما نزل شجاعة منك. هي جرأة مني بجد، يعني إن أنا أخاطر في حاجة زي كده. وأصلا قبلها كنت اشتركت في مسابقة الإبداع والابتكار الإلكتروني، هي مجرد مسابقة أنا قدمت فيها على الإنترنت، وحتى الأورد جات لي بالبريد، يعني أنا ما سافرتش، هم بعتوا لي الأورد سوفت وهارد، يعني بعتوها بالميل. تمام. فما كانش فيها سفر، لكن المعلم العالمي كان اشترط اساسي ان انا اكون موجوده لاستلام درع الجائزه والشهاده. وكان في مصر لو انا ما رحتش يبقى مصر ما هي ملهاش وجود. ففكرت كده، طيب هي مصر معقوله مش هتشارك؟ لا انا هروح وهلبس لبس علم مصر، يعني البدله نفسها ابيض في اسود والطرحه حمراء، حتى لو العلم مش في ايدي، لو كان مثلا ممنوع دخول الاعلام، ولو انه كان في ايدي برضو يعني ما سابش ايدي، لكن انا عايزه الناس كلها تشوف ان مصر مشاركه. علم مصر موجود ضمن اعلام 77 دوله، ازاي ما نكونش لينا تمثيل او يكون لينا وجود؟ كفايه انه يقولوا في مصر مشاركه بعمل او فائزه يعني مش ضروري يقول الاسم، لكن اهم حاجه ان بلدي موجوده. اكيد. خلينا ناخد من حضرتك بس كده ايه، خلينا بس ناخد الاول كده كلمه من حضرتك جميله جدا قبل ما نشوف الصور، تمام؟ حته الريسك، طب نشوف الصوره الاول، الصور لو سمحت. طب كملي اتفضلي. ريسك الصورة طيب. على الهواء موجودة دلوقتي، موجودة. طب ورانا لو سمحت، لو سمحت ورانا الصورة اللي طيب. على الشاشة. خلينا ونعلي على الصور ايه لما رفعتي علم مصر وسط الدول دي كلها. الصور موجودة قدامك دلوقتي. هو طبعا انا كنت من على الصورة اللي قبلها، يا ريت الصورة اللي قبلها. احنا كنا 100 معلم فائز على مستوى العالم، كنت انا الوحيدة من مصر. الصورة اللي قبلها، ايوه هنا دي. هي الصوره دي انا كنت فرحانه جدا، هي حتى باين الفرحه عندي ان دي الاعلام المشاركه، والحمد لله لقيت علم مصر، يعني انا وجودي خلى فيه علم مصر. وبرده العلم في ايدي، يعني انا لابسه لبس علم مصر والعلم في ايدي، ما سابش ايدي. كمان كنت من العشرة الفايزين، يعني افضل 10 فايزين على مستوى ال 100 فائز في المسابقه دي، ان احنا نطلع على البانل ديسكشن، ان احنا نقول تحديات التعليم العالمي، يعني كل واحد يقول ايه التحديات اللي بتقابل التعليم وكيفيه التصدي لهذه التحديات. من كل دوله اخذوا حد، والحمد لله انا كنت برضو طالعه بالعلم واتكلمت عن تحدي كان كبير جدا موجود هنا في مصر، اللي هو العمل الفردي في الطلاب، ان احنا عايزين الولاد يشتركوا في مجموعات او يكون في تعاون مع بعض، ان هم يعرفوا روح الفريق، يشتغلوا مع بعض، عارفين ان نجاحهم من نجاح من نجاح الفريق كله، العمل التعاوني والمشاركة دي حضرتك ماسكه العلم. جميله قوي. دي برضو كانت في دبي، برضو كنت في على البانل ديسكشن، وهنا كنا بنتكلم على الروبوت. روبوت تيتشر، هل هو هيغني عن التيتشر الاصلي او لا؟ فكل واحد منا كان بيقول وجهه نظره، ان طبعا التيتشر هل تم تطبيق الفكره دي؟
هو لا هو روبوت تيتشر لقى يعني في البانل ديسكشن دي اعتراض ان مش هينفع لان الجانب الوجداني مش موجود التفاعل. عنده التفاعل مش هيكون موجود، مش هيكون في تفاعل وجداني بينه وبين الطالب او الطفل، هو مش هيفهمه. هو ممكن يساعد، ممكن يكون يعني فريند للتيتشر، لكن ما يغنيش عن التيتشر. ممكن نقول له يروح يوزع الواجبات او يلم النوت بوكس من الطلبه، لكن ما يقدرش يلغي المدرس، يبقى قاسي عليهم اكتر. وصورة بتاخدي دي المحلية صح؟ جائزة 2020 مدرس مصر. مدرس مصر 2020 أطلقتها مؤسسة التعليم أولا، ليهم مني كل الشكر والتقدير. مؤسسة التعليم أولا يعني بجد هي مؤسسة بتهتم بالمعلمين جدا في المدارس الرسمية للغات. أنا من 2003 في المدرسة الرسمية للغات، هم بيهتموا كمدارس مصر. السنة اللي فاتت فوزنا مدارس مصطفى كامل على مستوى المدارس، والسنة دي الحمد لله هم يعني بجد فرحوا المدرسين من كل أنحاء الجمهورية، اختاروا 3 من كل محافظة. الترشح كان من المدرسة نفسها، المدارس الرسمية اللغات على مستوى الجمهورية، كل مدير مدرسة يرشح. وأنا عندي حتى في المدرسة كنا حتى 3 من المدرسة نفسها ومن الإدارة، كنا حوالي 7. التصفيات كانت على مستوى الإدارة، يعني فحصوا الملفات كويس جدا من مستوى المديرية، وبعدها كان في مقابلات اونلاين. الصورة دي داخل المدرسة؟ دي داخل المدرسة. ده نشاط طلابي كان السنة اللي فاتت، طبعا السنة دي ما قدرناش نعمل الكلام هنا ده. هنا ممكن نقف شوية على الصورة دي يا جماعة، ممكن نقف شوية. أنا شايفة الطلبة ماسكين حاجة. بقى هنا هنتقل لسؤال مهم جدا، زي دمجت التكنولوجي في العملية التعليمية داخل الفصل. الصورة دي ايه اللي في ايدين الطلبة هنا؟ عايزين نعرف المشاهدين. اللي في ايديهم ده المكعب المدمج الميرج كيوب. دي التقنية. معانا صور للميرج كيوب، يا ريت نعرضها كمان. اتفضل. التقنية رقم 1 في العالم، كانت بتعتمد على الواقع المعزز. انا شايفة هما لابسين نظارات. الواقع الافتراضي. بس طبعا في التعليم احنا بنفضل الواقع المعزز اكتر، لانه يعني ليه مزايا احسن من الواقع الافتراضي. ممكن نفهم المشاهدين يعني ايه الواقع المعزز؟ هو الواقع المعزز هو انك بتسقط اسقاط اجسام ثلاثية الابعاد على المحتوى الدراسي نفسه. فالولد لما يشوف الدرس طالع له على شكل 3D مجسم وبيتكلم صوت وصورة وماسكه في ايده، هيسمعه طبعا، هيشد انتباهه جدا، هيكون في دافعية قوية جدا للتعليم. بقاء اثر التعلم في التشجيع، ان هم فعلا هم اللي بينشئوا. هم كمان دلوقتي هم علمناهم ازاي ينشئوا الدروس دي، وانا في خطتي ان شاء الله المنهج الجديد، منهج الاول الثانوي ان شاء الله يكون كله برضو باستخدام تقنية الواقع المعزز. يبقى تعليم يعني بصراحة يعني ممتع جدا للطلبة. الحمد الحمد لله احنا بدأنا بالفعل في درس كان عن محمد صلاح، وفي درس عن يعني الدروس كلها بحاول بقدر الامكان ان انا في فترة الاجازة ان انا اجهزها بشكل واقع معزز، ان الطلبة في اول السنة يلاقوا الدروس جاهزة. انا عايز حضرتك كده تقولي لي ازاي جات لحضرتك الفكرة انك انت تستخدم الاسلوب دوت في التعليم؟ هي الفكره جات لي من دراستي في الماجستير، وبالتحديد قسم التعلم الالكتروني. احنا عندنا الدكاتره كانوا دايما بيقولوا لنا نبحث عن كل ما هو جديد، ترندز في التعليم. فهم ما كانوش بيقبلوا بصراحه باي فكره، لكن كنت وقتها في 2018، ولما عرضت عليهم فكره الواقع المعزز هم فعلا شجعوني جدا بصراحه الاساتذه ان ابحثي فيه ودوري فيه. بدات بالفعل في 2018، لكن كان عباره عن اني بعمل سكان على كتاب يطلع فيديو. هو ده ما كانش بيرضيني بصراحة، لأن ده مش هيفرق عن قناة اليوتيوب في حاجة، هو بيتفرج على فيديو وخلاص. هو رابط الفيديو بالمحتوى اللي في الكتاب، لكن أنا كنت حابة أجذب انتباههم أكتر بشكل ثلاثي الأبعاد أو مجسم، ويطلع منه صوت وصورة، نعمل مثلا مسرحية مناهج من خلاله. فده كان اتجاهي إن أنا أشتغل على الواقع. تعرف حضرتك الموضوع دوت هيكون ممتع جدا جدا في المراحل الاولانيه. جدا. اللي هي المرحله الابتدائيه جدا، هيساعد الاطفال. الوسائل التعليميه بتبقى متحركه مبهرة، وخاصه ان الاطفال بينجذبوا جدا ناحيه الحاجات المتحركه قدامهم مبهرة في التعليم بالذات فعلاً. يعني طب في امكان ان احنا نطبقها كمان على المرحله الابتدائيه؟ طبعا. في هنا رياض اطفال معانا هنا، ورياض اطفال هو حضراتكم لما شايفين كده هو اللي في ايدي ده المكعب. المكعب هي جايب المجموعه الشمسيه، هو ده تطبيق جاهز، لكن احنا نقدر احنا اللي نعمل الكلام ده
هو ده تطبيق جاهز، لكن انا ممكن انا اوظف التكنولوجي دي بس ان انا حلو ان المدرسه يعني المعلمين لو كلهم اتبعوا زي خطوات حضرتك في التعليم بجد والله هتبقى عمليه تعليميه مش ممله وتبقى هتبقى شيقه، جاذبه للطلاب والاطفال نفسهم حتى لو هم كبار بيبقوا هيفرحوا ان هم قاعدين مع المس بقى وشايفين الدروس عامله ازاي. وده كان من ضمن اعتقد كمان الانتي تي بي البرنامج الوطني لتدريب المعلمين. انا برضو كتيشر اديكيتور في البرنامج الوطني للتدريب على المعلمين دربوا المعلمين ازاي يستخدموا الوسائل التفاعليه مع الطلبه. فحضرتك ما شاء الله يعني بجد يعني اثرتي فينا جامد جدا الحمد بافكارك لله. الجميله دي احنا اخر يوم في الان تي تي بي كان يوم تكنولوجي، كان في 3 كان اخر يوم فعلا كان يوم تكنولوجي، واستاذنت من اداره البريتش كونسل ومن مايكروسوفت يومها ان انا اقدر اعدي على القاعات كلها انشر الفكره الجديده دي، وبالفعل الناس فعلا بجد انجذبوا ليها، كانوا موجودين من كل الجمهورية ورحنا طبقناها في المحافظات وتواصلت معاكم على جروب الواتس وعرفتينا ازاي وننزل ايه وبرنامج ايه. صحيح ما شاء الله يعني احنا انت عارفين هتكون الفكره دي ممتعه جدا جدا لو اتطبقت في المناهج اللي هي فيها الحاجات اللي هي زي مثلا الاحياء وزي الحاجات جدا. الفيزياء أيوة والتفاعلات فعلا. الكيميائيه في الكيمياء والحاجات دي هتكون جميله جدا. في معمل افتراضي كامل يعني ممكن يعمل معمل افتراضي كامل، وفي كمان ابلكيشنز جاهزه للاحياء للفيزيكس كل حاجه يعني حتى مراحل الضفدعه في حاجات جاهزه كتيره حتى ممكن تغني كمان عن التشريح الحقيقي بدل وفعلا هو بيشرح الضفدعه وبيطلع اجزاء فيها، فده حاجه حتى هم بيكونوا مبسوطين ان هم يفتحوا حاجه زي كده. بسم الله ما شاء الله جميل. حضرتك لعبتي دور مهم في التعاون الدولي ما بين مصر وفلسطين في احدى المسابقات، ازاي بقى؟ هو احنا لما فزنا بسفير للواقع المعزز الميرجي كيوب هدية السفير بتكون عبارة عن مكعبات مدمجة، 10 مكعبات مدمجة ونظارتين في ار. حلوة قوي. فزميلنا في فلسطين هو معلم طبعا يعني مثالي وبجد هو مجتهد جدا جدا في التعليم، لكن الهدية اتمنعت عنده في فلسطين، منعوا دخولها وتم اعدامها، وهو كان عايز ان هو يشتغل الكلام ده عنده وينشر الفكر ده ويفتح اول مختبر للمكعب المدمج في فلسطين. فانا تواصلت مع صاحبة الشركة احنا عاوزين نحل مشكلة استاذ اياد، فهي على فكرة بعتت لي رسالة شكر ان انتوا العرب ايد واحدة، هي علقت بكده، هي امريكيه أيوة وقالت انا فرحانه بيكم انكم العرب بيفكروا ازاي يحلوا مشاكل بعض. قلت لها هو الاستاذ هيروح الهند وانا كمان مسافره الهند، احنا هنستلم الجوائز من هناك، وبالفعل بعتت لي الهديه الطرد واخدته معايا هناك في الهند، وباستخدامه هناك احنا مش هناخده كده وخلاص، احنا باستخدامه هناك فتحنا اول مختبر للمكعب المدمج في الهند، زرنا مدرسه هناك وكان اول مره في تاريخ الهند ان هم يعرفوا حاجه زي كده ان احنا نفتتحه في مدرسه في الهند، ان يشوفوا التقنيه ديت يشوفوا الاستخدام ده، عرفناهم الطريقه ازاي واتعلموا مننا ساعتها واخدوا اللينكات الجاهزه وعلمناهم ازاي ينشئوا دروس عليها. كويس قوي كويس. حد بقيمه حضرتك وبتقول لحضرتك اكيد اكيد شاركت في مبادرات كتيره جدا، ايه اهم المبادرات اللي حضرتك شاركت فيها؟ طبعا بتشجيع من وكيل وزاره التربيه والتعليم في الاليوبيه انا عرضت عليه فكره ساعه من البرمجه، ان انا كان في 2017 هو دلوقتي طبعا كل المبادرات دلوقتي قايمه على البرمجه بس احنا وقتها في 2017 انا كنت حابه ان الطلبه اللي في السن الصغير في ابتدائي وفي اعدادي ان هم يتعلموا البرمجه، فاساسيات البرمجه دي ازاي هنوصلها لهم؟ انا عايزه اكبر قدر من المعلمين. فالحمد لله ان مديريه التربيه والتعليم وكيل الوزاره والكمبيوتر التعليمي يعني الحمد لله قدروا انهم يوفروا من كل اداره تعليميه في الاليوبيه مدرس، انه بجد بجد هم تعاونوا جدا معايا انهم يفهموا الكورس ده ويرجعوا مدارسهم يدربوا طلابهم على اساسيات البرمجه. طب ايه اساسيات البرمجه دي؟ هي عباره عن هي مش مجرد لعبه، هم 14 مرحله الطالب هيعدي عليهم لكنه هيتعلم مهارات كتيره جدا، هيتعلم الابداع، هيتعلم التفكير المنطقي، هيتعلم حل المشكلات، ازاي ان هو هيبني بيت من الخشب، لا هو لازم هيفكر في اربع خطوات. معانا مداخله؟ معانا مداخله؟ الاستاذ ايمن. الو السلام عليكم استاذ ايمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك الاستاذه نيفين.
في برنامج بسمة أمل. معنا المعلمة المثالية المبدعة الأستاذة لميس جودة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضراتكم وميس لميس. طبعا ميس بحضرتك. لميس لو عايز أتكلم عليها هتكلم عليها من أكتر من جانب، لأني أولا كانت ميس لميس معلمة لأولادي بمدرسة مصطفى كامل الرسمية. طبعا مثل كلامي فيها هيبقى يشوب شيء من يعني، لكن مش هنقدر نقول ان هي اكتر من مثل ميس معلمه متميزه مجتهده جدا مع طلابها، وده عن تجربه شخصيه كولي امر. قبل ما اكون موجه للمدرسه، بعد كده كموجه للمدارس الرسميه في محافظه القليوبيه، مثل ميس مش عايز اقول لكم يعني انه طبعا هي من اوائل المعلمين والمعلمات ما شاء اللي الله. استخدموا تكنولوجيا التعليم داخل القاعات الدراسيه. ده علاوه طبعا على انها لها علاقات شخصيه وانسانيه متميزه جدا مع طلابها وزملائها داخل المدرسه. طيب هو بسم الله، اتفضل اتفضل. اتفضل ازاي. بعد كده كمشرف لبرنامج الـ NTTB تم ترشيح طبعا الأستاذة لميس واختيارها كمدربة كتيتشر إديوكيتور لزملائها طبعا من قبل المجلس الثقافي البريطاني. وطبعا اللي ما يعرفش البرنامج ده، هو برنامج وطني طموح لتدريب المعلمين على مستوى جمهورية سهلين. مصر العربية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، على مستوى والدعم أصلا كبير مش المحافظة. من سعادة مستشار اللغة الإنجليزية بالوزارة الأستاذة إيمان يوسف. أيوة تمام، متشكرين جدا، ألف شكر لحضرتك يا فندم، ألف شكر لحضرتك، شكرا. بسم الله ما شاء الله. أنت حضرتك احنا بجد والله يعني فرحانين جدا ان احنا قدمنا نموذج جيد جدا ومبدع ومثالي زي حضرتك، وإن شاء الله دايما يا رب تساهمي بتطوير ونجاح العملية التعليمية وتشارك الخبرات بين حضرتك وبين الزملاء في مصر، إن شاء الله. وتقدري تطوري بأفكارك الجميلة دي دايما في التعليم. وآخر حاجة كده في آخر فقرة لينا، توجهي كلمة شكر لمين؟ طبعا انا بوجه الشكر الكبير جدا لاسرتي اللي بجد استحملوني كتير، وخصوصا والدتي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها ليا وزوجي واولادي واخواتي. وشكر كبير جدا وتحيه مني لمديره مدرستي الاستاذه اماني غريب اللي ليها فضل كبير جدا للي انا وصلت له الان. هي كان ليها الفضل ان هي ترشحني للمسابقات دي. وشكرا جدا لمدير إدارة بنها التعليمية وكيل الإدارة وإدارة التجريبيات في الإدارة وفي مديرية التربية والتعليم أستاذ بليغ بدوي، إنه كان واثق فيا لما رشحني لمسابقة معلم مصر، والحمد لله فزت بيها على مستوى الجمهورية التميز التربوي. وطبعا وكيل وزارة التربية والتعليم اللي بجد ما بيتأخر عننا في أي دعم أو أي مساعدة، طبعا بنوجه له شكر. وبشكر مايكروسوفت مصر لان كانت انطلاقه كبيره جدا مني وثقه كبيره اعطوها ليا ومنحوها لي، بجد فرقت جدا في حياتي. وانت اهل لهذه الثقه. وشكرا لمؤسسه التعليم اولا اللي بجد فرحوا المعلمين، وبتمنى دايما ان عملوا طفره في التعليم جامد. بتمنى ان دايما يكون في ناس بتهتم بالتعليم كده زيهم زي ما بتهتموا بالفن وبالرياضه. نفسنا جدا ان انتوا تهتموا بالتعليم وبالمعلمين. هو فعلا احنا بنحقق الهدف الرابع من التنميه المستدامه وهو التعلم الجيد. بالظبط. وحضرتك مثال على تحقيق الهدف الرابع اللي هو التعلم الجيد من خلال اهداف التنميه المستدامه. الحمد لله. خليني كده اخد من حضرتك في النهايه كلمه حضرتك قلتيها واوجه بيها للمشاهدين رساله ونختم بيها الفقره ديت، الا وهي انك لازم تاخد الريسك، لازم تاخد المفاتره. هي ديت اللي هتفرق ما بينك وبين الشخص التاني. اللي بيفرق بين الشخص الناجح والشخص غير الناجح هو ان الشخص الناجح قرر ان هو يخاطر حد ما يوصل للهدف بتاعه. انتوا كمان خليكم عندكم المخاطره ديت موجوده عندكم في حياتكم، وان شاء الله توصلوا لكل احلامكم واهدافكم باذن الله. وخليكم معانا في الفقره اللي جايه ان شاء الله. انا احب اختم الفقره دي بفيديوهات الاستاذه لميس. في فيديوهات جميله حضرتك انت عملتيها هنعرضها للمشاهدين ان شاء الله اثناء الفصل باذن الله. ان شاء الله حضرتك شرفتينا. شكرا ليك يا نبيل، شرفتينا ونورتينا. ميرسي خالص. اهلا بيك حضرتك. بسم الله ما شاء الله يعني
شرف لكل برنامج تطلع فيه. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. الو شايفه اوكي اللي في كده في ارض لا اللي بتلعب يا بنتي استبري على رجلك في الجاي ورا ايه ده اهو ده ايه ده حاضر لك ابنك انا الثانية بتاعتنا هنتكلم في الفقرة ديت عن حاجة مهمة جدا جدا معانا في الحياة كلها، ألا وهي علاقتنا باللي حوالينا، وإزاي إن إحنا نبني شبكة علاقات قوية جدا جدا بكل الناس اللي موجودة حوالينا، تكون شبكة علاقات المسار بتاعها او الاهميه بتاعتها كلها مبنيه على الاحترام وعلى الثقه والمحبه. وقبل ما نخش في الموضوع بتاعنا خليني كده اقرب لكم الفكره كلها في قصه بسيطه، الا وهي قصه صدى الحياه. كتير من الناس ممكن يمر بمواقف في الحياه، في ناس بتتعلم من المواقف دي وفي ناس ما بتتعلمش. في قصة بتقول إن في أحد الآباء كان حابب إن هو يعلم ابنه شيء وحكمة في الحياة. كان بالصدفة البلد اللي هم كانوا قاعدين فيها كانت مليانة تضاريس ومليانة جبال، فحب الأب دوت إن هو يعرف ابنه على التضاريس اللي موجودة حواليه في البلد اللي هم عايشين فيها. فعلا اتفق مع ابنه وخده في رحلة، طلع معاه للجبل فوق وقعدوا يتفرجوا على التضاريس. فابنه هو ماشي بالصدفة راح اتكعبل في طوبة وقع على الأرض، فوقع الطفل على رجليه وصرخ صرخة بسيطة كده من كتر الألم. كان بالصدفة البحتة موجود في المكان اللي الطفل وقع فيه موجود كهف، فالطفل من كتر الألم قال كلمة آه، فالكهف دوت طلع صوت من جوه بنفس النبرة وبنفس الصوت آه، فالطفل استعجب جدا، هو مين الشخص اللي هو بيتكلم معايا دوت، مين الشخص اللي بيرد عليا دوت؟ فالطفل بالعفوية بتاعت الطفولة بيرد عليه ويقول له هو انت مين؟ فالصوت رجع له تاني بنفس النبرة انت مين؟ فالطفل استعجب جدا، ايه اللي بيحصل دوت؟ ومين اللي بيكلمني جوه دوت؟ فالطفل بيرد عليه وقال له انا اللي بسألك انت اللي مين؟ فالصوت رجع له بنفس النبرة انا اللي بسألك انت مين؟ وهنا بدأ الطفل يخش في مشادة كلامية مع الصوت اللي بيطلع له من جوه الكهف دوت. والاب في الفتره دي كلها قاعد ومستني وعمال ان هو يلاحظ ابنه بيعمل ايه وبيتصرف ازاي مع الموقف دوت، حابب ان هو يعلم طفله حاجه وحابب ان يعلم طفله حكمه من الموقف دوت. فالطفل بدا ان هو يزيد في الكلام وخلاص بدا ان الموضوع يخش في منحنى تاني، ممكن هو خلاص يتخانق مع الصوت اللي جوه، فالاب حب ان هو يتدخل في اللحظة ديت علشان يعلم ابنه الحكمة من الموقف دوت. الأب اتدخل وقال له استنى بس، قبل ما تشتم قبل ما تقول أي حاجة أنا عايزك تقول للصوت اللي جوه دوت قول له أنت جميل. فالطفل سمع كلام والده وفعلا قال أنت جميل. رجع له الصوت بنفس النبرة وبنفس الكلام أنت جميل. فالطفل استعجب جدا، إيه ده؟ هو الكلام اتغير إزاي؟ ومش ده كان من شوية بيعاند فيا وعمال يشتم فيا، هو اتغير ليه؟ فالاب حب يعلمه تاني فقال له قول له انت قد ايه رائع. ففعلا الطفل قال نفس الكلام قد ايه انت رائع، فوصل له الكلام ورجع له الكلام بنفس النبره وبنفس الصوت قد ايه انت رائع. وهنا حب الاب ان هو يعلم الطفل الحكمه من الحته دي او الموقف دوت، قال له الصوت اللي هو كان بيرد عليك دوت ما هو الا
صدى بيكون موجود في الأماكن المفتوحة، وكذلك يا ابني هي الحياة دوت بنسميه صدى الحياة. الحياة هي كده، الحياة بالظبط زي ما انت هتديها هتديك، زي ما انت هتقول لها هتقولك. لو انت حابب انك انت تحترم حد، لو انت حابب الناس تحترمك احترمه انت الأول. لو عايز الناس تثق فيك ثق فيهم انت الأول. لو عايز الناس تقبلك وتقدرك اقبلهم الأول وقدرهم الأول. أي حاجة انت عاوزها من غيرك الأول اعملها انت الأول، صح؟ فعلا صح، لان انت اتكلمت على اول عنصر من عناصر ازاي انا اكون علاقه او قوي علاقه او ابني علاقه، الاحترام. انت اتكلمت على نقطه الاحترام، هننتقل على نقطه تانية التجارب المشتركه، ان الانسان مش بيعيش لوحده، الانسان بيعيش مع بطبيعته اجتماعي بطبعه، بيعيش مع المجتمع وبيعيش مع الناس. فلازم انك لما تعيش لازم بتكون خبرات سابقه وتجارب ومواقف بتقابل فيها الناس وبتتعامل معاهم، وبناء على التعامل ده بتحدد اذا كان في ثقه او مفيش. هنا بننتقل للنقطه الثالثه، الثقه. لازم يكون في ثقه قويه جدا ما بين الناس، لان الثقه دي تعتبر الصمغ اللي بيربط العلاقات مع بعضها، بيربط الناس مع بعضها وبيقرب، يا اما بيبعد يا اما بيربط. بعد كده اخر حاجه التبادل المشترك. لازم يبقى في تبادل، ان اي علاقه انسانيه زي ما في خد وهات، لازم يكون في هات، خد وهات. لازم على قد ما هتدي ما تنتظرش، يعني كل انسان لازم بيدي وبعدين بياخد. في ناس بتدي وما بتاخدش، العلاقه دي هنا علاقه فاشله. لازم ما قد ما هتدي قد ما هتاخد، ما ننتظرش انك انت تكون شمعه تحترق من اجل الاخرين علشان تكون العلاقه صحيحه وكامله. واخر حاجه، ما كانتش العلاقه بعد كده، كونت احترام، كونت موقف ومعرفه سابقه، كونت ثقه، في تبادل، اذا هيبقى في رضا عن العلاقه، الاحساس بالرضا والاحساس بالارتياح. هنا بقى تبقى العلاقه ناجحه جدا. لو ما فيش الاحساس بالرضا والارتياح وراحه البال، اذا العلاقه مدمره. هي دي كانت فقرتنا النهارده عن ازاي بتكون العلاقات واسس تكوين العلاقه ما بين الافراد وما بين الاشخاص، وبناء على اساسه انت بتحكم هتكمل مع الشخص ده او مش هتكمل معاه. وهننتقل للفقره الثالثه اللي هي المشاركه المجتمعيه، صح كده يا استاذ محمود؟ مظبوط كده، تمام. في النهايه خليكم معانا في فاصل بسيط كده، وان شاء الله هنرجع معاكم بنوع من المشاركه المجتمعيه. بنحاول ان احنا برضو زي ما قلنا لكم قبل كده انها نرسم بيه البرنامج بتاعنا دوت بسمه امل على كل الاصعده، سواء الشخصي او حتى المجتمعي. ان شاء الله هنكون معانا اول تجربه ان شاء الله هنحاول نساعد بيها فريق اسمه فريق امرونا الخير. ان شاء الله خليكم معانا بعد الفاصل. ونقدر نساعد بيه اهلنا بافضل طريقه. من هنا اتولدت فكره مركز الشفاء، اللي هيكون باذن الله مصدر شفاء لكتير من الناس. لكن البدايه كانت صعبه، واجهتنا فيها صعوبات ومشاكل كتير جدا، لعدم توفر الادوات اللازمه وقله الامكانيات المتاحه، واللي كانت كفيله بانها تموت الفكره من قبل ما تتولد. لكن بفضل من ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم بمساعدتكم ثانيا، قدرنا نحقق اولى خطوات النجاح في المركز ده، وقدرنا نجهزه ببعض الادوات والاجهزه البسيطه في البدايه زي جهاز السكر والضغط. وكانت عندنا تخصصين بس، هما الاطفال والجلديه. ومع مرور الوقت وبمجهودكم وبمساعدتكم قدرنا اننا نطور من المركز اكتر واكتر، فقدرنا الحمد لله ومع الوقت نكبر من المركز اكتر واكتر، فدخلنا فيه تخصصات جديدة، فجهزنا عيادة النساء والتوليد وجبنا جهاز سونار لعيادة النساء والتوليد والبطنة بقيمة 40,000 جنيه، وجهزنا عيادة العلاج الطبيعي المتكاملة بقيمة 30,000 جنيه، وجهزنا عيادة الجراح بقيمة 10,000 جنيه. وبعد توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وثقتكم فينا ومساهمتكم، المركز كبر أكتر وأكتر، فجهزنا فيه عيادة أنف وأذن وحنجرة، وجبنا جهاز الشفط بقيمة 1300 جنيه،
ودخلنا تخصصات جديدة زي المخ والأعصاب والعظام والقلب وكمان التخاطب، وكمان جبنا فرن تعقيم لتعقيم الأدوات بقيمة 3000 جنيه مع سراير وكرسي متحرك وشوية كماليات بقيمة 5000 جنيه. كل ده في خلال 5 شهور بس، 5 شهور من العطاء، 5 شهور من الجهد، 5 شهور من ثقة، 5 شهور من العمل المستمر والدؤوب. وان شاء الله الخطوة الجديدة والمهمة اللي بنجهز ليها حاليا هي تجهيز عيادة العيون. يلا مستنين ايه؟ مساهمتكم هتساعدنا وهتساعد ناس كتير من اهل بلدنا. وخليك فاكر دايما ان خير الناس انفعهم للناس. فيلا بسرعة، لازم من دلوقتي تسيب بصمة واثر في الحياة علشان تكون صالخة جارية ليك في حياتك وبعد مماتك ان شاء الله. منتظرين تبرعاتكم ومساهمتكم علشان نفتتح عيادة العيون في أقرب فرصة إن شاء الله. فريق عمل أمرنا الخير. ورجعنا ليكم مرة تانية مع الفقرة بتاعتنا الجديدة ألا وهي المساهمة المجتمعية، واللي هنتكلم فيها إن شاء الله ونحاول إن احنا نرسم بسمة أمل على فريق من فرق الخير اللي كل هدفها وكل أملها إن هم يساعدوا الناس لوجه الله فقط، ولا عايزين شهرة ولا عايزين أي شيء غير الأجر من ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو فريق اسمه أمرونا الخير. مجموعة من الشباب اتكتفوا مع بعض وساعدوا بعض علشان هدف واحد بس، ألا وهو مساعدة بلدهم وإن هم يرتقوا بلدهم للأحسن وللأفضل، من ولا شيء خالص ليه دلوقتي الحمد لله أصبح ليهم شعبية في الأرض وأصبح ليهم مكان ثابت ليهم، وكمان قدروا إن هم في وقت بسيط جدا جدا أقل من 8 شهور إن هم يأسسوا مركز اسمه مركز الشفاء، وده مركز اتعمل من العدم، من حاجة بسيطة زي ما احنا شفنا في الفيديو في الفاصل من شوية إن هي حاجة ابتدت بحاجة بسيطة جدا من مجرد جهاز ضغط وجهاز سكر لصرح كبير جدا جدا جدا. وفي الفيديو اللي كنا شفناه من شوية في خبر كمان عرفناه ان هو العيادة بتاعت العيون خلاص اتعملت والحمد لله كان بمبلغ كبير جدا ألا وهي 150,000 تقريبا، وكلها الحمد لله اتجمعت وكلها من أصحاب الخير وقدرنا وقدر الشباب دول ان هم يعملوا المركز دوت على أتم وجه. وكمان في حاجة جديدة وهدف جديد جاي إن شاء الله اللي هو إن شاء الله حابين إن هم يعملوا كمان حضانات للأطفال بحيث إنها من ضمن الحاجات المهمة جدا 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 في الفترة ديت. ومعانا دلوقتي على التليفون مداخلة الأستاذ عبد الله. معانا على طول؟ خلاص؟ مش موجود؟ تمام. هو مش موجود حاليا دلوقتي ما بيردش معانا تمام على التليفون. ودلوقتي نتمنى ان شاء الله اي حد لو في اي حد من وزاره الصحه دلوقتي ان هو اي وكيل وزاره ايا كان الشخص دوت ان هو يتواصل معانا مع فريق الاعداد في البرنامج علشان نحاول ان احنا ناخد الموافقات باذن الله علشان نعمل الحضانات ديت في اقرب فرصه ان شاء الله. وبكده يكون تقريبا الحلقه بتاعتنا خلاص خلصت النهارده، ويا ريت يكون الحلقه حازت على اعجابكم، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه باذن الله مع بسامه امل جديده في رعايه الله.